السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة، صباحكم أمطار ما شاء الله. ما أدري متى حدر الوادي هذا، طبعا اللي قدام بيتك. إن شاء الله ناخذ جولة بالوديان الجميلة، مع أنه ما شاء الله أسمع كلهم يقولوا البلاد غرقانة وتبارك الرحمن والشوارع تكسرت. يا سبحان الله، احنا بلادنا ما متعودة يجيها مطر، ما تصدق ياها قطرتين مطر كل شيء يخترب. سبحان الله، البيوت سبحان بيتنا، أتوقع كلكم كل البيوت من تي الأمطار السور يفصل، الجرس يفصل، المضخة تفصل، يعني ما متعودين على المطر. يعني زين حط عمركم ثقيلين، زين حسسونا ان الوضع طبيعي. كل شيء الكتروني يخترب سبحان الله. يعني الكهرباء عندنا ما تبى المطر، تزعل من هي المطر تزعل. زين احنا راضين، اخترب من اليوم لباكر صح، خلي الكهرباء تختر بنصلحها عادي، اهم شيء ان يجينا مطر ونستانس صح. كلنا نتفق، ادري كلنا نتفق، اهم شيء ان شاء الله ندور. هذا نظامنا كلكم، يعني مش بس رحاب، هذا نظام الشعب كله. من يجي مطر دور، يجي مطر دور، اهم شيء ما ركب داخل وادي، ما يصير وادي زين، ما في مزبوط نفر ركب داخل وادي، بعده مشكل كبير. ما يريد يسوي تعبان مشان نفرات داخل دفاع مدني، هذا حرام. اوكي، خلى دماغ يعني سوى دور مكان جميل، بس وادي ما في ركب. اوكي، اول محطة يقولوا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد وآل محمد تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله، من سنين انا ما ريت هذا السد بهذا المنسوب. طبعا هذا سد الراكبي ما شاء الله، السد اللي خلف النادي ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين كمية الماء، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سامعين صوت الضفادع، كلام اخواننا الحيور الشفادغ. اي والله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله، أدخلكم من الشخاب كأنكم ما تشوفوا. ما شاء الله على الصوت، سيفونية موسيقى ما شاء الله.
الله الوادي اللي حادر منه، شوف الرمل من دفن الشارع، الله سبحان الله، شايفين كميات الرمل ما زال يجري بعد الوادي ما شاء الله. هذا يبغاله شيء ولي يقعد يشل ويغرف. اي والله سبحان الله امام الطبيعه، سبحان الله الواحد ما يقدر يقول غير اللهم إننا نستودعك أنفسنا. يا الله الله يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. هذا دوار الخروس، هذا دوار علي بابا والأربعين حرامي، والأربعين حرامي في الخروس هذه منضمين، هذا سر من أسرارنا. ما شاء الله صوب صدف شارع غرقان، اللهم اجعله خيرا. اشوف قدام شرطة وسيارير وعالم، هو الماي الماي لانه هذا يسموه وادي خسارة، شارع درب السلامي هذا يسموه شارع خسارة، لانه سبحان الله من يحدر يتسبب بخسائر كثيرة بالمزارع بالممتلكات. اللي ما يعرف الشارع القديم اللهم اجعله خيرا، الواحد يقول اللهم سلم بس، الله يعطيهم الصحة والعافية أفراد الشرطة والمرور والجهات المعنية البلدية، يعني كلهم شغالين بقدم وساق في شفط الماء تأمين الشوارع. هي والله على فكرة هذا مجهود كبير، ترى هناك شارع شبه غرقان غرقان، هناك ماشي درب. لا إله إلا الله صوب بيت السلامة، شارع متسكر شوارع. تبارك الرحمن، شوف الغيوم كيف حاضرة تحت، تبارك الرحمن يا سلام، تقولوا أجواء صلالة تبارك الرحمن. لا تقولوا لي جو لندن لندن تركيا ما تركيا صلالة، وين ما تقولوا ما شاء الله هذه أجواءنا. شوفوا ها شوفوا 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 يا سلام يا سلام، الحمد لله والشكر ما زالت الأمطار، اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. ما شاء الله شوفوا قدام، شوفوا اليبال شوفوا اليبال، يا ربي يا ربي شو هالاجواء. هذا ما يبغى له سياره، وهذا يبغى له سيارة على الاقدام. صبر الحين بوقف السياره بنطلع ان شاء الله، صبر صبر بس طشه صبروا، ها الحين بوقف السياره وبحذر. يا ربي شوفوا الغيوم شوفوا الاجواء يا سلام. Thank you.
هي والله الدنيا طماش، الواحد يطمش ويستانس. الحمد لله على هذا النعمة، نعمة محتاجة حمد وشكر. أهم شيء حافظ تبارك الرحمن. هذا من سنين ما حضرت، ترى للعلم ما شاء الله السد امتزل وحضر ما شاء الله. هذا من سنين انا ما قطرت، وهذا شوف الشلالات حاضرة من فوق ما شاء الله. اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع، بسم الله ما شاء الله. اتحملوا من الدب، من الغيلان، من ابو راسين، عرفوا المطر يطلعهم من جحورهم. تحذر الشعاب كلها، الشعاب حاذرة ما شاء الله. شوفوا شوفوا الشعاب والمسايد، يا الله سبحان الله، راحة نفسية سعادة لا توصف. يا عرب ادري انه اغلبكم يحب يصير عند السدود والوديان، فبتحصلوا هذه الثمره. طبعا هذا يسمى بالحنظل، طبعا هذا مر جدا مرورته، انت لو ذقتوه شهر ما بتروح المروره من الحلق. فهذا كان دواء يستخدم لاشياء كثيره، خاصه اللي عنده امساك كانوا الاولين يربطوه على الرجل مال ساعه عقب يبطلون، فسبحان الله اللي عنده امساك على طول يضرب اسهال. فهذا بعد له استخدامات كثيره اخرى، لكن هذا مثل مش ثمره، فهذا يسمى بالحنظل، تحصله موجود كل مكان هنا. شوفوا مفوت على مد الناظر، اكثر ما ادري ذيك اليوم حد طالع ومصور للناس وقايل لهم والله هذا ما ادري بطيخه ويحص صغير، ما اتذكر شو بالضبط، وايدين كلوا، واللي ضربهم اسهال، واللي ما ادري وش، واللي ما ادري وش، يعني اللي ما يعرف للشيء لا يفتي، لا تتفلسفوا على الناس، خاصه لو شيء متعلق على الصحه لا حيتفلسف. يعني هذا حنظل خلكم بعيد عنه، حتى البهايم ما تاكله من كثر ما هو مر. وكان يقال انه بعد كان يستخدم دول للسكري، لكن كل شيء له طريقه، كل شيء له استخدام معين وطريقه معينه، ما تاخذوه فقولوا لا ما بهالطريقه. انا بعد ما اقدر اتفلسف بعد كيف الطريقه، لان شبابنا ابخص فيها وادرى فيها. المهم هذا حنظل خلكم بعيد عنه، وخلوا الفريخات بعيد عنه، يعني هذا لا يحول لا برتقال ولا سنطره، لان انا اشوف اليهاله هنا كل واحد قاعد فرحان على باله برتقال، حصلنا برتقاله برتقال، لا حبيبي هذا ما برتقال، هذا شيء مر وحنظل. ما شاء الله تبارك الرحمن، الوديان بكل مكان حاضر. هذا اول مره يحضر بهذا المكان، اول مره تبارك الرحمن.
اول مره بحياتي اشوف هذا المكان. منسوب الماء هذا الرحمن، شو المعدات غرقت كلها ما شاء الله. لا اله الا الله، رحمة رب العالمين ورزقه ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام سد الراكبي في دبل فجيرة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صيبا نافعا ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تبارك الرحمن. منسوب لي المياه تبارك الرحمن ما شاء الله. طبعا هذا سلسلة جبال الراكبي، وهذا هو سد الراكبي. Thank you.
شاء الله هذا الوادي حادر بعد دوار مصنع الاسمنت. طبعا هنا دوار مصنع الاسمنت، ما شاء الله هذا مصنع اسمنت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هناك يكون عاد وادي الفاي خير تبارك الرحمن. ليلى بروحه بروح اساعده وبرد لكم. ما ادري واير شو قاعد يسحب، ايش قال لنا الوادي سحبنا طلع حقه كان هناك صاحب انه ربطنا المسكين من مساعة بروحه قاعد يحاول وما قادر لأن الوادي قاعد يسحب ويسحب العامل وياه ليلة بين الماي تبارك الرحمن. هذا كله شايفين ما شاء الله عاد هناك يكون سد البصيرة وهناك وادي الفاي، هناك طبعا منطقة غوب ضنحة، هذا جبال ضنحة، هناك وادي الفاي وهناك البصيرة، هذا دوار المصنع، الوادي اللي هنا حادر واللي هناك حادر والجبال هذه كلها حادرة، كل الوديان تبارك الرحمن حادرة. الحين بسير أنا بكمل صوب وادي العبادلة والحلا، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام هذا وادي آخر بعد منطقة وادي سنة. بعد ما أدري هذه السيارة الوادي جاي منها وياه أو كانت من أول ما أدري، لكن ما شاء الله شوفوا معاي هنا الفيو تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله. هذه وديان ما حدرت صار لها سنوات سنوات ما شفنا هذه الوديان حاضرة، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. والناس تبارك الرحمن طالعين مستانسوا سبحان الله، المطر دائما بشارت فرح وسعادة، الناس في كل مكان فرحانة بالمطر بالخير. تحملوا على نفسكم شوي شوي، لا تفدوا بعمركم بالوديان، وأهم شيء خلوا الأماكن نظيفة، لا تتركوا مخلفاتكم في الأماكن اللي رحتوا استانستوا فيها، هذه بلادكم وأمانة برقبتكم. يا الله تبارك الرحمن هذه منطقة الغونة، وادي الغونة ساير باتجاه وادي العبادلة، عقبها الحلا، عقبها سد بصيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. منطقة الغونة راح علينا أمطار بعد ما شاء الله بعد الوادي تبارك الرحمن. احنا كل اللي قاعدين نشوفه هذه مجموعة أودية ممتدة، وادي يلتقي بالآخر ثم الآخر إلى أن يصلون في نهاية المطاف إلى سد البصيرة. طبعا الحين هذا امتداد لوادي الخليبية، طبعا وادي الخليبية حادر، الحين وصل لوادي الغونة ثم راح يصل إلى وادي العبادلة، عقبها الحلا وادي سنة إلى أن يصل إلى البصيرة سد وادي البصيرة تبارك الرحمن. ما زالت الأمطار مستمرة بالسقوط،
تبارك الرحمن. الحمد لله الأرض ارتوت، الأشجار ارتوت، الدنيا انغسلت، البيوت انغسلت، الأشجار انغسلت، سبحان الله. هذا الآن الأمطار الغزيرة في مسافي ما شاء الله، اللهم زد وبارك، اللهم صيبا نافعا. على مسافه من المناطق اللي معروف وكان من قديم الزمان ان المطر ما ينقطع عنه، سبحان الله، من يوم احنا صغار دائما نسمع طول السنه وين الامطار بمسافي، يا اخي ليش ما يينا؟ على اساس ان مسافي او انها منطقه مرتفعه وبارده، فدائما الامطار عندهم، الله يبارك لهم يا رب العالمين. يعني نحن عندنا في عقليتنا ان الامطار وين؟ بمسافي، دائما دائما مسافي سوق الجمعه، مسافي سوق الجمعه، هذا انزرعت فينا من يوم احنا صغار. سبحان الله، على اساس ان مسافي منطقه مرتفعه وبارده، هذه والله هذا اللي كنا حافظينه الاسطوانه من يوم صغار. سبحان الله يا مغير الاحوال، اللهم صيبا نافعا، صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. مبروكين الامطار والرحمه يا اهل الامارات. عاد هنا لحقت على الوادي في مسافي قبل الله يوصل. بسم الله، ويا حاضر من هناك، هذا وادي مسافي ما شاء الله، اخوياي يتكتكت، بسم الله يا يمشي. ها شايفينه ما شاء الله، مطر مطر تبارك الرحمن، يا الوادي حاضر ما شاء الله. يا الله تبارك الرحمن، نادر من هناك فيه. والله بننسى نحن بنفر بعمرنا بحياتنا قبل الله يشتد الوادي، هذا نحن الحين بالوادي الصبح مناصح وهذا، والحين انا بروحي نازله بالوادي، الله يهديني ويسمحني. ننزل من هنا ما شاء الله، شوف الوادي حدار، هناك وادي عود كتكت، يسألني عن النعال، هذا نعال قد الماء، كانت والدتنا من احد المواقع، لكن صراحة عملية تنفع للبحر والاماكن اللي فيها ماي، البحر تراها طبقة يعني نعال حلوة. الله شوف الوادي، نزلت عاد نزلت من فوق، حنا فين؟ فوق بالسعودة، حنا فين يا عرب؟ حنا في الوادي، حنا في الوادي، وهذا الوادي حاضر ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، ما شاء ما زالت السماء تمطر ومستمرة، الحمد لله على هذا النعمة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حنا فين؟ حنا في الوادي، حضرنا الوادي، أنا وين؟ أنا حاضر الوادي، يا سلام يا سلام يا سلام، بعد جاي من الخليبية هذا الوادي، هذا حاضر من الخليبية وياي. مثل ما قلت لكم تحملوا من الداب من الغيلان، هذا الشعور تحت المطر، في اغنية هاليومين ترند تحت المطر، ما ادري شيء من هذا القبيل، انا اقول لكم هذا الشعور تحت المطر.
وفي الوادي وسبحة تعسانة تحت المطر. اي أيوة والله شعور غير. ما شاء الله الجبال تغسلت، الاشجار تغسلت، البلاد كلها تغسلت سبحان الله. واتوقع ما تسمعوا صوته لان تليفوني قاعد يسوي غر 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 غر، قاعد يغرق تليفوني بالماء معاي، اتسبح بالمطر تليفوني يقول غر غر غر. شو رايكم؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ شيء من الاخر صح؟ هذه وهنا بعد حنظل سد المطر، سد 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 المطر. الماي لأي طبقة واصل الوادي شايفين ما شاء الله كيف الأرض تسوي هذا لسبع دائما تحذروا في الوديان عن يتغافلكم الوادي ويحذر فعساتي دائما ركزوا إذا شيء جاي من هناك أو لا ركزوا بالصوت أهم شيء الصوت مطر مطر الصوت ركزوا قدام ما تعرفوا متى الوادي يتغافلكم ويحذر على الوادي 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 على الو